السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا اليوم عندي فيديو جديد، وصفة للنمو الشعر وكتمنع تساقط الشعر. ما شاء الله زوينة. عندي هنايا اليازير، ما يسمى بإكليل الجبل. عندي هنايا ورق الغار، عندي 7 الوريقات ولا 5 الوريقات. هنا عندي معلقة كبيرة ديال القرنفل، ها هو كما كتشوفوا القرنفل اللي ما كيعرفوش هذا هو الشكل ديالو. عندي كاس الماء كبير، ها هو هادو هما المكونات. نتوما عارفين المنافع والفوائد القرنفل والياسير وورق الغار، ان شاء الله غنحطو لكم في صندوق الوصف. هنكبو هاد المكون في كسرون او حلة او اناء. نكبو هاد الكاس الماء ان شاء الله. نديو هاد الكسرونة فوق البوطة ملي تبدا تغلي، نحسبو لها 5 دقائق مع التحريك. كما كتشوفوا حسبوا ليها 5 دقائق مع التحريك. وملي نطفيو على البوطة او النار، نخليوه يبرد واحد المدة، يعني يبرد ويطلق ديك المكونات. انتم عارفين الفوائد ما شاء الله، يعني اللي عنده شعر كيطيح ولا عنده شعر ضعيف ولا شي حاجه يستعمل هذه الوصفه. ما شاء الله يعني زوينه، هتوقف له تساقط الشعر. انتم عندي انا هذه الرشاشه، هذه انتم اي رشاشه يعني فين تبارك الله كيتباعوا رشاشات ب5 دراهم. انا هذه اللي كانت عندي موجوده، وصلت مزيان حيدت لي هذيك الريحه المعطر. وهنا غنصفي هاد المكونات، نصفيهم ونحطهم في هاد القرعه ونبقى نستعمل هاد الوصفه 3 مرات في الاسبوع او 4، ونخليها على الشعر ديالي ساعتين، 2 ساعات او 3 ساعات. ومع يعني ندخل ديك المكونات مزيان في الشعر ديالي بالمشطة وبيدي بالايادي ديالي، صافي. وهذه هذا هو الفيديو والوصفه ديالي. هنا كيكمل ليا الفيديو ان شاء الله الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. واقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.